باستثمارات أكثر من 450 مليون دولار، رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لإنشاء مركز كامت للبيانات باقتصادية قناة السويس. وسط إجراءات أمنية مشددة، انطلاق عمليات التصويت في الانتخابات الأمريكية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، تدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية ونسف 37 بلدة في الجنوب. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. وشهدت الجلسات العامة وعلى مدار اليومين السابقين إلقاء بيانات من 3 وزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهم وزراء الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل والخارجية والهجرة، فضلا عن الاستماع لكلمات أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع القانون. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال إلقائه بيان وزارة المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بمجلس النواب، أكد كوجوك التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. من استراتيجية متكاملة للتعامل مع موضوع المديونية وخفض المديونية وتحسين مؤشرات المديونية بكل أبعادها وبكل جوانبها، وده برضو واحد من الأمور الهامة جدا واللي هيبقى ليها أولوية قصوى، إزاي نحسن كافة مؤشرات المديونية الحكومية المحلية والخارجية ومؤشرات خدمة الدين وغيرها من المؤشرات الضرورية اللي تطمننا على مستقبل أوضاع المالية ومستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. ده المحور الثالث، ثم المحور الرابع والأخير، إزاي كل الحاجات دي تسمح لنا بوجود مساحة مالية أكبر، وإزاي نوجهها أكتر لجهود الحماية الاجتماعية وجهود التنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن، اللي هو في الآخر كل الأمور دي بتصب في خلق مساحة مالية ووضع مالي يسمح بطموح أكبر بكتير في هذا المجال. في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس وفداً طلابياً من كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة. جاء ذلك بناءً على دعوة من لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، حيث حضر الطلاب جانباً من الجلسة العامة، كما التقوا بالأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، حيث قدم لهم نبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثلي شركة سيراج الصناعية وتحالف شركة فيسير الإماراتية ومجموعة هانيوال العالمية لاستعراض مشروع إنشاء مكونات منتجات الإضاءة وتصدير جزء منها للخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتوطين مكونات الصناعات المختلفة بالتوازي مع زيادة الصادرات من هذه المكونات المصنعة محليا. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أحد المشروعات الواعدة التي تستهدف توطين مكونات منتجات الإضاءة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشراكة مصرية مع تحالف عالمي مكون من شركة هانيوال العالمية وفيسارا الإماراتية.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد مشروع بين شركة سيراج الصناعية وشركة بيسيرا لتصنيع منتجات الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء على الفرصة المتاحة لشركة بيسيرا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصا جديدة لتوسيع التجارة الدولية. وأوضح مدبولي أن هذا الاستثمار يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة انترو القابضة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتابعة لاقتصادية قناة السويس، وذلك لإنشاء مركز كاميت للبيانات. وعقب التوقيع أكد مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، وفي إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتا إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في مجال مراكز البيانات من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر حبها الله بموقع استراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات. وخلال اجتماعه مع ممثلي مجموعة انترو القابضة لاستعراض ملامح مشروع مركز كيمت للبيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد مدبولي أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية ويعزز مكانتها في قطاع الخدمة السحابية. هذا وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية. أكدت القوات المسلحة أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني، مما أسفر عن استشهاد ضابطين، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة. هذا وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. احتفل عدد من مكاتب الدفاع المصرية بالخارج بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضرية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلام. احتفلت عدد من مكاتب الدفاع المصري بالخارج بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضارية للجيش المصري عبر التاريخ ودوره الباسل في استعادة الأرض وإقامة السلام، وهو ما تم تجسيده عمليا في نصر أكتوبر العظيم، فضلا عن استعراض مهام القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للذود عن الوطن وصون مقدساته. كما تضمنت الاحتفالات عرض أهم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد ملحق الدفاع المصري بالخارج
على أن هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الاعتماد، وعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين في الاحتفالات عن اعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة. أنا فاكر اليوم اللي مصر عبرت في القناة، كان يوم تحولنا من اليأس للأمل، من الضعف للقوة. الأمل والقوة والفخر اللي الجيش المصري حطوا فينا لما عبر القناة لسه مستمر معانا لغاية دلوقتي. احنا بنفتخر بالجيش المصري، ودلوقتي الجيش المصري أقوى من 73 الطاقة 10. يوم عظيم جدا ويوم فارق في حياتنا كلنا كمصري. في ذكرى أكتوبر المجيدة، وإحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر كل سنة كعادتنا، وهنفضل نحتفل دايما، فإحنا بنحتفل بسبب شهدائنا. شهدائنا اللي ضحوا بأرواحهم واختلطت دمائهم بتراب سيناء، علشان إحنا دلوقتي نعيش الفرحة اللي إحنا عايشينها، ونعيش دايما فخورين وراسنا مرفوعة على مدى السنين. يختار الناخبون الأمريكيون رئيسهم 47 بين ديمقراطية كاملا هاريس والجمهورية دونالد ترامب في نهاية حملة زخرت بالعديد من الأحداث. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لساحل الولايات المتحدة الشرقية، حيث سيصوت ملايين الأشخاص لتضاف أصواتهم إلى أكثر من 80 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الاقتراع المبكر أو عبر البريد. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين للتصويت لصالح نائبته المرشحة كاملا هاريس. وعلى موقعه على منصة إكس قال بايدن: دعونا نصنع التاريخ ونصوت لصالح هاريس. وفي حال انتخاب كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اختار هاريس نائبة له في عام 2020. We'll be right back.
إذن مشاهدينا الكرام، نتابع الآن على الهواء مباشرة عملية التصويت التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت منذ ساعات قليلة في الساحل الشرقي والولايات الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية. تنضم إلينا مباشرة عبر زوم إيمان التوني مراسلة التلفزيون المصري من فيرجينيا. إيمان، انقلي لنا الصورة حتى اللحظة في الولاية التي تتابعين فيها سير العملية الانتخابية. بعد تحية لك زميلتي، أحييكم من ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في 6 من صباح اليوم بتوقيت واشنطن، وبالفعل يتم الاقتراع والتصويت اليوم على اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة محتدمة جدا بين مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس التي شغلت منصب نائبة الرئيس الأمريكية المنتهية ولايته جو بايدن، وبين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب. اليوم سيتم الحسم رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب شديد جدا في التصويت للمرشحين، التقارب بسيط وبالتالي المنافسة محتدمة. واليوم سيتم الفصل، هل ستستقبل الولايات المتحدة لأول مرة سيدة كرئيسة للولايات المتحدة وهي كاملا هاريس، أم سيعود مرة أخرى الرئيس دونالد ترامب لمنصب رئيس الجمهورية؟ لكن هناك مخاوف ومخاطر، خاصة مع التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب بأنه لن يقبل الهزيمة، وبالتالي كما تابعنا في تقرير الأمس بالخاص بتسجيل الإجراءات الأمنية في واشنطن وفي محيط البيت الأبيض والمحال التي أغلقت خوفا من أي أعمال شغب أو عنف تحدث نتيجة بعد إعلان النتيجة. اليوم كما تشاهدون من خلف الناخبون يتوافدون إلى لجان الاقتراع، هذه اللجنة هي واحدة من هذه اللجان في ولاية فيرجينيا، تستقبل الناخبين الذين يصوتون لاختيار رئيس البلاد، لكن من المعروف أنه هناك رقم ذهبي لابد أن يحصل عليه الفائز في هذه الانتخابات، وهو 270 صوت من أصل 538 صوت في المجمع الانتخابي. أيضا الأمريكيون يهتمون أكثر بمسألة الاقتصاد وبحياتهم اليومية المعيشية، هم يعولون كثيرا على هذه النقطة، وبالتالي هنا التفريق بين المرشح ترامب والمرشحة كاميلا هاريس بناء على من سيتعامل مع الأمريكيين في مسألة فرض الضرائب. فمثلا كاميلا هاريس تتبنى فكرة زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى للتمويل على الإنفاق الحكومي الخاص بالخدمات المقدمة والبرامج الاجتماعية للأمريكيين، بينما يتبنى ترامب فكرة تخفيض الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات. نعم. أيضا مسألة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الأمريكيين، وخاصة وأنهم يرون أن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون ضغطا على البنية التحتية ويشاركون المواطنين في الخدمات المقدمة لهم خاصة الاجتماعية. وبالتالي هنا الفرق أيضا يظهر بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس. دونالد ترامب يعد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين واستكمال بناء الجدار العازل على الحدود الأمريكية المكسيكية، بينما تتعامل كاميلا هاريس بطريقة أخرى وهي تعتبر المهاجرين غير الشرعيين أصبحوا بالفعل جزءا من المجتمع الأمريكي، وبالتالي تعمل على تقنين أوضاعهم مع العمل على وقف المزيد. إذن كل يعمل من جانبه في استمالة أصوات الناخبين في اللحظات الأخيرة، لكن كيف تتابع الدوائر السياسية المختلفة لديك هذه العملية؟ هل يتوقعون المفاجآت في ظل تقارب بين نسب في استطلاعات للرأي للتصويت لصالح هاريس أو ترامب؟ بالتأكيد هناك ترقب وحذر في النتيجة، خاصة أن استطلاعات الرأي دائما يعني لا تعطي المؤشر الحقيقي. فهناك تجارب سابقة في الانتخابات من قبل، كان في مرحلة ما كانت هناك استطلاعات رأي تشير مثلا إلى يعني ترجيح أو فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات من قبل مع دونالد ترامب، لكن رغم أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى نجاح هيلاري كلينتون، لكن في الواقع هذا لم يحدث. وبالتالي فهي ليس دائما استطلاعات الرأي تشير إلى النتيجة الحقيقية في النهاية، خاصة مع النظام الأمريكي الخاص بطريقة الانتخاب في مسألة المجمع الانتخابي
مبشرا بان عدد المفوضين بالفعل من الناحيه الشعبيه هم بالفعل سيرجحون كفه احد. نعم وضحت الصوره، وضحت لكن الصورة بالطبع من حدود اي اعمال شغب بعد اعلان النتيجه، خاصه مع تصريح ترامب بانه لن يقبل الهزيمه. نعم وضحت الصورة بالطبع. متابعتنا الإخبارية مستمرة على مدار الساعة لسير العملية الانتخابية الأمريكية. إيمان التوني من ولاية فيرجينيا الأمريكية، شكرا جزيلا لك. أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب زعم دون دليل أن قادة الحزب الديمقراطي سوف يزيفون في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الثلاثاء. أوضحت الصحيفة أن ترامب جدد في حديثه في تجمع حملته الأخير في جراند رايدرز بولاية ميشيغان هذه المزاعم، مضيفا أنه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات مهد ترامب وحلفائه الطريق للطعن في نتائج الانتخابات إذا خسر، على الرغم من عدم وجود دليل على وجود تزوير واسع النطاق. وقبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتخذت السلطات الأمريكية سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة في لاس فيغاس، وهي إحدى الولايات المتأرجحة والتي تحيطها بسياج أمني. وشملت الإجراءات الأمنية تعزيزات في ولايات أخرى، حيث تم تفعيل الحرس الوطني ووضعه في حالة تأهب في 19 ولاية لضمان سلامة العملية الانتخابية. واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية الأمريكية الدراماتيكية، انسحب فيها أحد المرشحين قبل 3 أشهر فقط من الانتخابات، وكاد منافسه أن يغتال مرتين. ولا تزال التهديدات والمخططات والمخاوف هي العنصر الأبرز في تلك المنافسة. من المفترض أن يكون يوم الانتخابات بداية النهاية لتلك الأحداث، لكن في هذه المنافسة بالذات يبدو أن بداية أحداث أكثر تشويقاً تلوح في الأفق. في محاولة أخيرة لتوعية الناخبين بشأن محاولات التدخل الأجنبي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أصدرت الاستخبارات الأمريكية بياناً حذرت خلاله من محاولات خارجية تسعى إلى التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتحريض على العنف، حسب ما ذكرت شبكة CNN. وأضاف البيان أن الاستخبارات تتوقع أن تتكثف هذه الأنشطة في الساعات الأخيرة من الانتخابات وخلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن محاولات التدخل الخارجية ستتركز بشكل مكثف على الولايات المتأرجحة، مشيراً بأصابع الاتهام إلى روسيا وإيران. وفيما يخص التهديدات الداخلية، تكثف الولايات المتحدة من استعداداتها واعتمدت إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية العملية الانتخابية تخوفاً من حدوث إرهاب داخلي محتمل. وبات البيت الأبيض محاطاً بسياج معدني بارتفاع 8 أمتار
فيما سيتم إغلاق للشوارع وفرض قيود على وقوف السيارات في محيطه، كما تم تأمين مقر إقامة المرشحة هاريس. وتعيد الأجواء الحالية إلى الأذهان أحداث الكابيتول التي وقعت في 6 يناير من عام 2021، عندما اقتحم مثير الشغب من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي اعتراضاً على نتائج انتخابات 2020. وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق للمبنى، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية، في مشهد لم يصدق متابعوه أنه يبث مباشرة من الولايات المتحدة، معقل الديمقراطية في العالم. وسيظل الترقب والتوتر سيد الموقف في الشارع الأمريكي حتى تمر الانتخابات، ويتسلم الفائز مقاليد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في يناير 2025. أجرى التلفزيون المصري عدداً من اللقاءات مع أعضاء من الجاليات المصرية والعربية في نيويورك لرصد آرائهم. ما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع أصداء العملية الانتخابية للرئاسة الأمريكية، وساعات قليلة هي الفاصلة بين إجراء هذه الانتخابات، والحديث مع أعضاء الجاليات العربية والإسلامية والجالية المصرية ما زال مستمر على شاشة التلفزيون المصري. ويسعدني أن ألتقي بأحد أعضاء الجالية المصرية، دكتور نشأت، أهلا بك على شاشة التلفزيون. أهلا يا فندم. دكتور نشأت، يعني أسألك مباشرة، قبل ساعات، من ستنتخب ولماذا؟ أنا هنتخب الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنه ده اللي بيعبر عن مبادئنا كعرب، أنه ضد الإجهاض وبيؤيد ضد الهوموسيكشواليتي، اللي هي تتفق مع معتقداتنا كعرب. وهو كمان الراجل اللي بيؤيد الرئيس السيسي وبيؤيد القضايا العربية. طبعا هو مش 100%، بس يعني بنفاضل بينه وبين الحزب الديمقراطي هاريس كاميلا، فهو ماتش بيتر حقيقة الأمر. الأمران أحلاهما مر يعني، لكن أنا في اعتقادي الشخصي أن عدو عاقل خير من صديق جاهل. ترامب ما في شك هناك ميول ضد العرب وميول غير راغبة في العرب، فيه وصرح في هذا الكلام أكثر من مرة. لكن حاليا كان في مؤتمر قريبا جدا في ديترويت وهنا في نيويورك، وأصبحت ميوله تتأرجح على حسب الظروف الانتخابية. كاميلا هاريس، الوضع الديمقراطي في أمريكا طبعا كما تعلم، وتأثيره على الشرق الأوسط أصبح في تأثير سيء جدا، وأداء الحزب الديمقراطي حاليا أداء سيء جدا حتى في الداخل الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي. القضية الفلسطينية هي بشكل كبير وحدت الصوت العربي والمسلم في أمريكا حاليا بشكل أو بآخر. في عدد كبير قوي من الجاليات العربية جهودهم موحدة واتجاهاتهم في الأغلب بتبقى نفس في اتجاه الناس اللي بتدعم أو ضد الناس اللي هي بتسلح إسرائيل بشكل قوي أو بتدعم إسرائيل سياسيا بشكل قوي. يأمل اللبنانيون في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة إلى تغيير في مسار الأوضاع في الشرق الأوسط. وأعرب العديد من اللبنانيين عن تطلعهم لأن يتم انتخاب رئيس الذي سيميل إلى السبل الدبلوماسية لإلهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعني أنا بعتقد كونه عم تتطور كتير الحرب بلبنان، فأكيد أنا بختار الشخص بيناتهم يلي بيفضل أنه يوقف الحرب، بيفضل أنه تكون الحلول دايماً عم بتتجه للأساليب الدبلوماسية مش للحروب. الصراحة أنا برأيي مين ما يطلع يطلع، بالنهاية بأمريكا في نظام هو حاكم، ونحن كدولة ما قلنا تأثير بأي لعبة خارجية كبيرة، نحن حقل تجارب بالنهاية. كما يترقب العراقيون نتيجة الانتخابات الأمريكية، ويرى العديد منهم أن شخصية الرئيس الأمريكي القادم ستحدد مآل العديد من قضايا منطقة الشرق الأوسط. احنا كمواطنين عراقيين نتابع هالانتخابات بقوة، وانه نكون حذرين من يفوز، ونكون مترددين دائما وخائفين انه اذا اجت هاي هاريس راح تمشي على نفس الطريقة مع الرئيس الامريكي الحالي، لان هي تكملت نهج اله، واذا اجت ترامب فترامب رجل يعني ما عنده مصداقية في كلامه في اغلب الاحيان،
احتمال يتصرف تصرف متهور يقود العالم إلى حرب أقوى من هذه. ترامب أنا أعتقد يعني حسب سياسة ترامب أو حسب الفترة اللي مر بها أنه ممكن يعمل على إيقاف عجلة الحروب بدون تنازل أمريكي. صحيح أن الأمريكان لن يتنازلوا ولن يتخلوا عن إسرائيل، ولكن ستقف بعض الحروب أو تقف حروب المنطقة، وممكن أن يؤدي إلى تعامل مع الشرق الأوسط أهدأ من هذا. وفي المكسيك يحبس المهاجرون أنفاسهم قبل ساعات من الانتخابات الأمريكية خوفا من عمليات الترحيل الجماعية، كما تتزايد التخوفات من تغير التعامل من الولايات المتحدة الأمريكية مع طلبات اللجوء والهجرة حال وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. هناك مخاوف خطيرة للغاية بشأن الحد من الوصول إلى اللجوء وممارسة المزيد من الضغط على مساحة اللجوء وعملية اللجوء، حيث سيستخدم الأشخاص من غير طالب اللجوء نفس القنوات، وهذا يعني أنك تخلق فقط تراكماً أكبر وعدداً أكبر من الأشخاص. إنه أمر مثير للقلق، الفرصة يمكن أن تختفي فجأة، إنه أمل، إنه باب يمكن أن يغلق، لذلك لا نعرف حقا، لا أعرف الكثير عن السياسة، ولكي أقول من أريد أن يفوز، فأنا لا أعرف الكثير عن السياسة، لا أعرف، أستطيع أن أقول إنني أتمنى أن يفوز الأفضل. ترامب يتحدث بالكثير من العنصرية وعن الترحيل الجماعي وترحيل الأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، ويريد أيضا إزالة طلب استمارة اللجوء الرقمية. نحن خائفون. قصف طيران وحرب يعني دمار شامل. شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي كفرة والشهابية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية موجة جديدة من الاعتداءات على قرى قضاء سور وبنت جبيل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية للأنباء بأن القوات الإسرائيلية تقوم بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها، كما تم مسح أكثر من شارع وحي في 37 بلدة وتدمير منازلها، إضافة إلى تدمير أكثر من 40,000 وحدة سكنية تدميرا كاملا. وفي منطقة في عمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيم. أفاد موقع يديعوت أحرانوت الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية سحبت عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء تدريبات تنشيطية، حيث من المتوقع أن تستمر العملية لعدة أسابيع أخرى. أضاف الموقع أن سحب الألوية يأتي على خلفية تقييم المسؤولين المشاركين في المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية في الشمال، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق ممكن في غضون 1.5 إلى 2 أسبوع. انتقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي استمرار إسرائيل في تبني نهج القوة والإكراه لضم أمنها، حيث سيؤديان في النهاية إلى يأس الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وفي مقال لوزير الخارجية تحت عنوان حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل، أشار عبد العاطي إلى أن إسرائيل لجأت لعقود إلى سياسة الاحتلال والاغتيالات واستخدام القوى والبناء المتواصل للمستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه لتحقيق السلام والأمن يجب انتشال الفلسطينيين من اليأس وتقديم مستقبل
مستقبل من الأمل والكرامة لهم بما يمكنهم من حكم أنفسهم بحرية في دولة مستقلة ذات سيادة. هذا وأشار عبد العاطي إلى أن مصر هي الدولة الرائدة في السعي إلى السلام في الشرق الأوسط. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا استشهاد 30 فلسطينيا على الأقل بسبب الضربات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ليل أمس الاثنين، فيما شدد الجيش الإسرائيلي حصاره للمناطق الشمالية من القطاع. أوضحت الوكالة أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلين في بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصا على الأقل، كما استشهد 4 آخرون في بلدة الزويدة بوسط قطاع غزة، واستشهد 6 آخرون في غارتين جويتين منفصلتين على مدينة غزة ودير البلح في المنطقة الوسطى من القطاع. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 أشخاص من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية. وما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقليص عدد هذه المساعدات. يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين ويزداد احتياجهم الضروري لمثل هذه المساعدات. المزيد مع الزميل أحمد ممدوح مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من أمام معبر رفح، ننقل لكم الصورة الكاملة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات الإنسانية، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تزداد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائية أو طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم تم دخول 97 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية، بالإضافة إلى دخول 7 شاحنات للغاز و4 شاحنات للسولار، كما تم رفض أيضا دخول 4 شاحنات للمستلزمات الطبية. هم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وزيادة معاناته والوصول بهم إلى المجاعة والتهجير القسري أيضا للفلسطينيين من قطاع غزة. جهود مصرية حثيثة لدعم هذه المساعدات من خلال استقبال معبر رفح لهذه المساعدات وتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية عبر معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال بتمنع دخولها أيضا، حيث لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى حتى في العطلات والمناسبات الرسمية، فهو يعمل لإدخال هذه المساعدات الإنسانية. أيضا الجهود المصرية لم تتوقف فقط على دعم هذه المساعدات، بل تسعى إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة اليوم من أمام معبر رفح، وعودة للزملاء في الاستوديو. افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط جناح ألمانيا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، وناقشت الوزيرة مع ناظرها الألماني سبل التعاون في مجال سياسة التنمية الاقتصادية واستعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية في نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين. وللمزيد حول فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، ماذا عن فعاليات اليوم الثاني وماذا عن أهم النقاشات والحوارات؟
نعم، اليوم الثاني من فعاليات هذا المنتدى العالمي الحضري، فيها الكثير من الزخم من المناقشات والجلسات التي يشارك بها العديد من الخبراء والوزراء المعنيين بالتطور الحضري على مستوى العالم. بداية كان هناك العديد من الجلسات التي شارك فيها وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وعددا أيضا من نواب المحافظين والخبراء المتخصصين من المنظمات الأممية والإقليمية. هناك أكثر من 30,000 مشارك يشاركون في فعاليات هذا المنتدى الحضري العالمي، ونتحدث عن أكثر من 170 وزير من مختلف دول العالم. هذا المنتدى الذي يعود مرة أخرى للقارة الإفريقية ويقام هنا في مصر في القاهرة للاستفادة من تجارب الدولة المصرية في التطور الحضري في كثير من المدن المصرية التي شهدت طفرة حضرية في السنوات الأخيرة. نتحدث أيضا عن هذا المؤتمر الذي يقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا، لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. هناك جلسات عقدت في هذا اليوم الثاني نشير إليها بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، كان من بينها الجلسة الأولى التي عقدت اليوم كانت بعنوان رفاهية الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية والتجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة، وكذلك تم الحديث عن مدينة القاهرة التراثية وما شهدته في الآونة الأخيرة من تطور خاصة القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد التي عادت إلى رونقها مرة أخرى في هذه الأيام. كذلك كان هناك جلسات أخرى كانت بعنوان تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر وتمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجلسة التي شارك فيها وزير الإسكان بعنوان مستقبل الإسكان. وكان أيضا هناك عدة محاور تتحدث عن المدن الذكية والمدن الخضراء وكيفية إنشاء مدن خضراء في الدول خاصة الدول الأفريقية والاستفادة من هذه التجارب. نتابع معكم فعاليات هذا المنتدى الذي يقام حتى يوم الجمعة بإذن الله، إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. استعرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية ومستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الحضرية مثل التكدس السكاني والتلوث ونقص الموارد. جاء ذلك في مشاركة الوزيرة في فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الوزيرة عددا من اللقاءات الثنائية مع وزير الإسكان والحكم المحلي بدولة ماليزيا ومدير وكالة التعاون الدولي الهولندية لبحث أطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية. بدأت جلسة اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي بجلسة حول رفاهية إنساني في عصر التكنولوجيا الرقمية التجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة. هذا وتستضيف مصر أعمال الدولة 12 للمنتدى كأول دولة إفريقية منذ 20 عاما تحت شعار كل شيء يبدأ محليا، لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى. بمشاركة أكثر من 30,000 شخص و 170 وزيرا من مختلف دول العالم، تتواصل فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث بدأت جلسات اليوم الثاني بجلسة حول رفاهية الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية التجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة. هذا المنتدى مهم جدا، ده رقم 2 على أجندة الأمم المتحدة، كان في افتتاح رسمي بالأمس بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا قبل هذا المنتدى كان عندنا اسبوع القاهرة الحضري للتمهيد للمنتدى، كان عندنا اكثر من فعالية في المتحف المصري، ثم انشاء فراغ عام
في مدينة الأسمرات، ثم ماراثون، ثم لقاءات كثيرة جدا ومبادرة جودة الحياة مع أشقائنا السعوديين. والأمس كان الافتتاح، والنهاردة أول يوم بقى في النقاشات والحوارات وتبادل الخبرات اللي بيننا وبين الوفود الأخرى. فعاليات مهمة جدا، بدأنا نطلع من الجانب الرسمي في الوف إلى جانب المناقشات المهمة من كافة أصحاب المصلحة لعرض تجارب. فالنهاردة هتلاقي في مدن مصرية بتعرض تجاربها، كان عندنا جلسة دلوقتي على المدن الجديدة والمدن القديمة على تحسين الخدمات، إزاي نقدر نقدم الخدمات بشكل أحسن للمواطن، إزاي مصر دلوقتي قدرت توصل لمرحلة أنها توحد الإجراءات وتبسطها. التطورات التكنولوجية بتدي قيمة كبيرة وبتساهم بشكل كبير جدا في المواجهة والتصدي للعديد من التحديات اللي بتواجه التنمية الحضرية، سواء في مختلف المجالات، بنتكلم على نقل، بنتكلم على طاقة، بنتكلم على مياه، على صرف، على تعليم، على غيرها من الموضوعات. كل دي بيبقى عند التكنولوجيا بتطورها السريع بتساعدنا في المساهمة في حلها. يضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ. احنا وصل معانا عدد المسجلين كان 37,000، وده رقم الحقيقه غير مسبوق ولاول مره بيحصل. وايضا عدد المشاركين كمان برضو الحقيقه عدد كبير جدا على مستوى 182 دوله، وده الحقيقه برضو رقم كبير. وايضا الوفود اللي شرفتنا وعلى مستوى رفيع، احنا بنتكلم على 75 وزير و96 تقريبا محافظ، وطبعا الحفل الرئاسي اللي كان بتشريف فخامه الرئيس وعدد من الساده الرؤساء الحقيقه. والحقيقه يمكن بيجي المنتدى الحضري العالمي يعني منصه هامه جدا لنقل التجربه المصريه كلها وتبادل خبرات مع كل الدول الحقيقه، وبالاخص الدول الافريقيه. مصر تجربتها في التنميه الحضريه والتطوير العشوائي والقضاء على العشوائيات هي التجربه الاولى في حياتها في العالم كله. نقول ان احنا مثلا في تطوير العشوائيات، ان احنا بنقول اول ما خدنا التكليف في 2016 كان عندنا 246 ألف أسرة عايشين في مستوى خطر على حياتهم، على صحتهم، على مالهم. تخيلوا أن احنا في خلال سنوات قليلة جدا في 2021 أعلننا مصر خالية من غير آمن. يبقى إذن احنا بنتكلم على قضية أو نجاح ما حصلش في العالم كله. الناس كلها شافت مشروعاتنا المعمولة في التطوير، زي مشروعات الأسمرات المحروسة، معا المنيا، جميع عندنا في 27 محافظة ما فيش مشروع أو محافظة ما فيهاش مشروع تنمية حضرية أو تطوير حصل فيها أو بديل للناس. تعكس إقامة هذا الحدث في مصر الدور الريادي والاستراتيجي للبلاد على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد دلالة على التطور الاستثنائي الذي قامت به مصر في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور إن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين مصر وتركيا في التعليم الفني والتكنولوجي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار بهدف تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي، والتي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر الماضي. من جانبه أوضح أوزفار أن بلاده تثمن هذه الخطوة الهامة بتقدير شديد وحرص كبير لدفع علاقات التعاون البناءة في المجال الأكاديمي والبحثي مع مصر. كامباس لجامعات تركية على أرض مصر، وناقشنا هذا الموضوع، كما تطرق الحديث إلى الرغبة في إنشاء جامعة تكنولوجية مشتركة بيننا وبين الجامعات التركية، خاصة وأن هناك العديد من الشركات التركية قد بدأت العمل على أرض مصر وشاركت في العديد من المشروعات. إذن من الأهمية بمكان هو البدء في التعليم التكنولوجي المصري
التركية في هذا الإطار. حاليا نقوم أنا ووفدي أنا نقوم بزيارة إلى مصر وإلى وزارة التعليم العالي في مصر، وناقشنا حول مواضيع مهمة كيف وكيفية تفعيل هذه البروتوكول، وبرأينا هذا الاجتماع كان مثمرة ومفيدة جدا. تعزيز العلاقة بين تركيا ومصر في تعليم المجال، ومن ضمنهم كمان ناقشنا موضوع تأسيس الجامعة التركية المصرية مشتركة في أراضي مصر وتبادل الخبرات بيننا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عن اعتزام وزارة السياحة والآثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي أكدت أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعدادا لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير، والذي من المقرر افتتاحه رسميا قريبا دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة، سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى. هذا وأكدت وزارة السياحة والآثار أيضا أنه لا توجد أي مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. باستثمارات أكثر من 450 مليون دولار، رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لإنشاء مركز كامت للبيانات باقتصادية قناة السويس. وسط إجراءات أمنية مشددة انطلاق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، تدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية ونسف 37 بلدة في الجنوب. وصلنا معكم إلى ختام نشرة الثالثة من التلفزيون المصرية. شكرا لكم.